إذن عدنا إليكم بمباشر جديد متتبعين قناة منبر 24 من عين المكان، مكان وقوع الحادث. وفي هذه الأثناء هذه وصول شركة مختصة بالماء والكهرباء، يعني من أجل إصلاح هذا العطب. إذا كتشوفوا معنا متتبعين القناة، يعني منسوب المياه الماء اللي كيضيع بغزاوة وبكثرة، يعني كتحضر شركة الماء والكهرباء في هذه الأثناء هذه. يعني منذ وقت طويل وهذا الماء هذا يعني كان كيضيع ولا زال كيضيع. إذا كنتمناو يكون واحد التدخل يعني عاجل وفوري. إذا كما كتشافوا معنا عمال شركة الماء والكهرباء كيحضروا لعين المكان، كذلك من أجل القيام بعملية الصيانة وما يكونش واحد الخطر كما سبقت وشرت يعني في المباشر الاول، ان راه ممكن يتسبب واحد الخطر اذا كان واحد تماس كهربائي بين الماء والكهرباء، وغادي يشكل واحد خطوره كبيره. يعني كنتمناو يكون واحد التدخل عاجل وفوري من اجل يعني القيام بعمليه الاصلاح، وكذلك يعني ما يبقاش يضيع هذا الماء هذا في هذا المكان هذا. يعني الماء راه كيضيع بواحد الكثافه وبواحد السيول ديال المياه هنا في هذا الشارع هذا. كتشابهوا معنا مياه غزيره، لان حاجه الماء كيضيع حرام. راه نعمه ديال الله سبحانه وتعالى، راه نعمه هذه ياك الماء ديال الله. الله نعمه هذه ما لقاوهاش الناس مساكن كيتالموا في الجبال وهذه. صح حرام صاحبي، هادشي يجيو يجيو ينقذوا الموقف اصاحبي. ممكن تبان، ممكن تبان. علاش من تبان؟ علاش؟ اجي سيدي هناك تكلم لينا يعني الماء. هاد الماء راه ديال الله، نعمه نعمه كتضيع. وشكون هو اللي غينقد هذا الموقف؟ شكون هو المسؤولين؟ جاو الشركه في هذه الاثناء هذه. وراه خصهم اخو، هذه راه نعمه كتضيع، راه هذه ثروه ديال المغاربه كلهم. صح راه حرام اصاحبي هذا الشيء، حرام كيضرنا قلبنا. كاين واحد يعني كما كنشوفوا معنا واحد العمود كهربائي هنا يقدر يشكل واحد الخطر الا كان واحد التماس كهربائي. يعني خطر تاع حنا اللي واقفين حدا الميدان. واخا الله يهديهم علينا. يعني هذا الشيء هذا شويه غريبه حادثه السير هذه بالطريقه هذه كما يعني المياه منسوب المياه كبير ومحتاجين ليه يعني ناس. صح صح الناس راه كيخلصوه وكيديروا، ولكن الله يهدي الله يهدي ما خلقوا خاطر. امين امين. شكرا سيدي، شكرا. كما تبعتوا معنا يعني كان تصريح ديال احد الساكنه الغيورين بهذه المنطقه هذه اللي تكلم على هذا المنسوب ديال المياه اللي كيضيع بغزاوه وبكثره في هذا الشارع. يعني هذه المياه هذه مشات كما غادي نقولوا هباء منثورا بدون حتى شي استفاده. ولو وقع شي واقع هنايا لا قدر الله في هذه المنطقه هذه، يعني غيكونوا محتاجين لهذه المياه هذه رجال الوقايه المدنيه. ولكن كيوقع هذا الواقع هذا اللي كنتمناو انهم يتداركوا الموقف ويتم الاصلاح ما يمكن اصلاحه في اقرب وقت.
ما كيبيع هذا الملك يبيع على الاخ كريم هنا يا وحشومه خويا بزاف والله ياك ورانا عمال ديال الله ديالنا حنا ما خاصهاش تبيع شنو اللي كان الحل عليهم انهم يجوا في اقرب وقت يعني خاصها تكون ما غتوقع هاد الحادثه يكونوا هنا ان شاء الله اي كان اللي يجوا في اقرب وقت يحاولوا يداركوا الموقف باش ما يضيعش يعني هاد المنسوب ديال المياه اللي بهاد الغزاوه وبهاد الكثافه هادي كما كتشافوا معنا وهاد الماء راه في امس الحاجه اليه الناس ياك شنو بغيت تقول انت على الضياع ديال هاد المياه هادي اللي كتضيع وحشومه خويا هادشي اللي كيضيعوا هادشي اللي كيضيع بزاف حشومه وشنو ما الناس راه ما لاقيهاش باش ديروا حنا كيضيع راه حشومه بزاف شكرا الاخ على التوضيحات هذه يعني كانت هذه توضيحات ديال هاد الساكنه الغيورين على هاد المنطقه هذه على هاد الضياع ديال هاد المنسوب ديال المياه كان من الاجدر يعني تكون اولويه واسبقيه ويكون واحد التدخل فوري وسريع من اجل يعني الحد من الضياع ديال المياه ولا زالت المياه كما كتشابهوا معنا لا زالت المياه يعني تغزو يعني هاد الشارع العام هنايا بهاد المنطقة كما كتابعو معانا إذا المتتبعين قناة منبر 24 في هاد الأثناء هادي كيتم يعني تدخل ديال الشركة هاد الحادثة تسير اللي وقعات بهاد الشارع هذا حيد أولي حيد لا ما كتشبهوا معنا حيد ولدي حيد لا توقع لك شي حاجه حيد التوكيل تما راه كاين الضو حيد اصاحبي حيد الله يرضي عليك مرحبا خل فيسبوك وتفرج فيه خل الفيسبوك وغادي تشوف هذاك الشيء ماشي في اليوتيوب كاليوتيوب غيكون اذا كما تبعتوا معنا متتبعين قناه من 24 كنا معكم في هذا الفتش المباشر من مدينه الدار البيضاء ولا زالت يعني الاصلاحات يعني الشركه المختصه كما كتابعوا معنا يعني من اجل يعني حد من منسوب المياه
إذا كما كتشبهوا معنا متتبعين القناة 824، كلنا في انتظار الصيانة. إذن متتبعين قناة 824، لازلنا وإياكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. الواقع أنا كانت واحد حادثة سير اللي أدت إلى الخسائر، هذا يعني الخزان المائي اللي كيستعمل في التدخلات للرجال الوقاية المدنية في إطفاء الحريق أو ما شابه ذلك. كيوقع عليه واحد الكسر هنايا في هذا الشارع هذا، والسبب كما حكى لنا يعني سائق السيارة السوداء اللي كتركن في هذا المكان كيرجع لواحد الشخص كيسوق واحد السيارة ديال النقل السري على حسب القول ديالو، اللي كان كيجي كيمر على الاتجاه المعاكس اللي كتخلف هاد الأضرار. إذن متتبعين قناة 824، كنا معكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، في مباشر آخر، إلى اللقاء.